جاو من عندي كيقولوا لي خرج في حالك، كيقول لي اقسم بالله سنخرجك، حيت حنا هاتي انتينا جيبك خاوي هو جيبو عامر، وانا كنرغب ونزاوج رجلهم كنبغي نبوس منهم، كنقول لهم الله يرحمكم الوالد راه السكنه ديالي، انا لا خرج من داري راه غادي نحماق. عطى دا 4 مليون ما عطاني حتى شي حاجه، قال لي انا عادل، انا كنعرف نعدل الاوراق ديالي. بزاف هاد الانسان هذا، واش ما كاينش قانون في هاد البلاد؟ واش حنا الدراوج دائما محقورين؟ دائما محقورين، دائما صبابط كيزطمونا على وجهنا. علاش سكون 18 عام وهاد السيد سيب لي حوايجي وتكرفس عليا وتكرفس لي على ولادي وتعدى عليا بزاف. السلام عليكم اخوان، الظلم هذا والتعدو هذا اللي تعدوا على هاد الناس ولا هاد السيده هادي، السيده الوراق ديالها خرجوها من الدار ديالها هي فين هي؟ الارتشره من عند العادل، جبر مرا اميه ضحك عليها نصب عليها دالها رزقها، وعاد كيجيب لها البوليس، جاو البوليس اعتقلوها ونفذوا عليها حكم الافراغ، ما كيجيبوا لها السيده ما كيجيبوا لها حتى شي حاجه، ونفذوا عليها حكم الافراغ وحوايجها مسيبين في الزنقه، وعاد مشبره عند البوليس 48 ساعه. المراه ازماتي كتستعمل الدواء ومشبره عند البوليس، كيقول لك تتخرج تيخوي لها حوايجها من الزنقه عادي طلقوها. السلام عليكم، انا جيت نحكي لكم واحد القصه ديالي، وقعت لي مع واحد السيد عادل. شريت من عنده واحد البيت أرض جماعية، الثانية طنجة بالية، الثانية طنجة بالية، الثانية البحرين. شريت من عنده بيت في 2005 في شهر 3 نهار 15 دخلت لديك السكنة. في الأول قال لي غير جوج المليون، إنه هو كان بناها وطيحالو المخزن، ويانا شريت من عنده بيت باش نستقرر فيه انا وليداتي، حيت انا هادوك جمعتهم بالجوع وبالنوع وبالعرا وبالتكرفيس باش جمعت ديك جوج فرانكات. انا مشيت لاسبانيا، انا عندي الدلائل، مشيت لاسبانيا خدمت في فلاحه جوج النوبات، انا كنطلع لاسبانيا كنخدم في فلاحه، وليداتي كانوا خدامين في المعامل، وجمعت ديك جوج فرانكات شريتهم منه. عطاني واحد الورقه فيها بيت، قال لي ديك الساعه نيتك دابا انت عطيتيني جوج المليون، خلي عندك هاد الورقه هادي، ديك الساعه ملي غنجي عندك باش نتكاتبوا غادي تكمل لي. قلت له حنا تفاهمنا بجوج المليون، واخا ملي شفت راسي دخلت نديك، ملي شفت راسي دخلت نديك البيت والكرا غالي، وانا مرا على قد الحال، وربي راه شاهد عليا وانا عندي الدليل، عندي كلشي، انا ما كنكذبت على شي واحد. ديك الساعه نيتك جان عندي قال لي خصك تكمل لي 4 المليون، واخا مشيت تسلفت وهزيت من البنكه كملت له 4 المليون، مشى للحج جان عندي قال لي انا ماشي للحج كمل لي 4 المليون، عطيتهم له قال لي صافي غير غنجي وغنتكاتبوا انا وياك، يعني غنعمل لك بيع وشراء، انا بايع لك. من بعد جا بقيت انا ساكنه، كنمشي لعندو كيتخبع مني، كنمشي ندق عليه ما كيخرجش عندي، بقيت ساكنه. تجاتني السيد عند الدار، مشيت عملت انا المحاميه، عملت المحاميه هو عمل محامي، بقينا في المحاكم انا وياه. علاش كيدعي؟ كيدعيني نخرج له من السكنه ديالو. من بعد مشى كتبها في سميه مراته ومراته عطاتو الوكاله، عطاتو مراته الوكاله باش يدعى معايا بها. الحكم الاولي حكم في صالحي، المحاميه قالت لي شوف دابا انتينا غتمشي بحالك وتجلس، حتى غنجيب لك التنفيذ. هو مشى عمل استئناف، انا ما عارفه حتى شي حاجه، انا ما قرياشي، واستغني هو واستغلتني المحاميه، حيت ما عارفاش انا هي كنتقطع، خدمت في الديور، خدمت في العراسات، انا هادشي اللي كنقول عندي عليه الدليل، خدمت في العراسات، خدمت في الديور، خملت لعباد الله باش جمع ديك جوج فرنكات باش نتخبع انا وولادي. انا دابا رجع فيا مرض مزمن، عندي الطونسيو، عندي الكلاوي، عندي بزاف ديال الحاجات، بقيتي الا تعصبت كنطيح، عندي الاعصاب في المعده، بقوه المشاكل مع هذا الانسان هذا. هو عنده نفوذ معروف على الصعيد، معروف عنده ناس ديالو، عنده هادو كيجي لي وكيقول لي انا يدي طويله عليك، وما انتينا الحشره سبب الزنقه، غنسيبك. انا بايحهم 150 مليون، انا جايبه لي 150 مليون، هو سابق له دخل الحبس على هذا الزور هذا، راه ما نعرفش من وقت داخل في هذا الشيء، هذا داخل في هادشي الزور، داخل في هادشي اللي كيكتب لعباد الله. انا راه حقرني بزاف، تعتقلت 4 ايام وانا معتقله، ما جات لا ستافيك لا مخزن، لا جاو عندي البوليس هما اللي خرجوني،
البوليس هما اللي سيبوا لي حوايجي في الزنقه، اعتقلوني 4 أيام وانا عندهم في الدائره. 4 أيام ملي جاو عندي كيقولوا لي خرج في حالك. بعدا واحد كيبقى يزبل فيا، انا عارفه شكون هو، كنعرفو فوجو وكنعرف السميه ديالو، كيقول لي اقسم بالله سنخرجك، حيت حنا هاتي نتينا جيبك خاوي، هو جيبو عامر، وانا كنرغب ونزاوج رجلو، كنبغي نبوسو منو، كنقول له بالله يرحمكم الوالدين راه السكنه ديالي، انا لا خرج من داري راه غادي نحماق، غتوقع لي شي مصيبه. علاش هاد الانسان هذا كيحمل لي هيدا؟ من كنهضر معاه وما كيسمعني حتى شي واحد، ما جا عندي لا ما جا ولا عسكر لا صطفيات لا حتى شي حاجه ما جاتنا عندي. ملي كنتي كتعطي الفلوس كيعطيك شي توصيل؟ ما كيعطيني حتى شي حاجه. عطى 4 المليون ما عطاني حتى شي حاجه، قال لي انا عادل، انا كنعرف نعدل الاوراق ديالي، انت هنا غتجي تدي الورقه ديالك صافي. ما لبيت حتى شي واحد؟ حتى شي واحد. انا ديك الوراق اللي كيعطيني عطيته من بني، بني ما ساكنش معايا، بني الكبيبر ديالي مجوج وساكن في درادل، انا ساكنه في الثانيه، مره عاد كيطلع من عندي، حتى هو عاود مسكين الله يكون في عوانه، كيجي عندي كنقول له بني دابا نجي يا ماما دابا نهدي، كيجي مره كنقول له بني هاد الورقه عطاتها للمحاميه هادي كيقراهم، كيقول لي راه الامور ماشيه مزيانه. ملي جابوا لي السيده عيطت لبني، قلت له بني شنو؟ قال لي ماما راه هادي السيده، قال لي راه جابوا لك السيده خصك تهود. خفت نهود، انما عمري قوزت هادشي هذا، عمري ما قوزتو، هود. ملي هود صافي بقاو كيقولوا لي راه داعك اشني واشني، بقينا في المحاكم. لا ما حدد لي شي، انا باع لي البيت وقال لي الارض هذه ديالك، حيت هذه الارض جماعيه، ها البيت فين هو، انا شريت من عنده غير بيت، قال لي ها البيت شريتي من عندي غير الزينه. اه زيت بنيت عليه، وديك الغريسه قدامي كنت مره كنعمل فيها، ديك الخضيره هيدا مطيشه بتوطا، هذيك ديك الغرسه قدامي، يعني هو مشى عمل فيها 150 متر، وقال لك شي واحد باع له، كان فقي تما وباع له، وهو شرا منه، شرات منه مراته. في الاول في الورق الاولانيين انا هاد سيدي بحثوا عليه، يبحثوا ويشوفوا هاد السيد هذا شنو كيستغل في عباد الله، يبحثوا عليه. في الاول كان عنده عامل بيت بالطوب، كان عامل بيت بالطوب، في الاخر عمل عنده بيت والدار مغطيه بالزنق، دابا عمل عنده الدار. بزاف هاد الانسان هذا، واش ما كاينش قانون في هاد البلاد؟ واش حنا الدراوش دائما محقورين، دائما محقورين، دائما الصبابط كيصدمونا على وجهنا؟ علاش؟ هادي ارض جماعيه، ما هي ملك ديالو، ديتالو، ما هي حتى شي حاجه، انا شريت من عنده الزينه ديال البيت، اما الارض راه ديال الدوله، هو ما عنده وانا ما عندي، وانا اللي كنت ساكنه فيها. الناس انا على اللي كيقولوا انا ما كنعرفش في هادشي هذا، انا ما عرفت حتى شي حاجه، كيقول لك لازم كنتي غير 5 سنين راه ديالك، ولكن راه سكنت 18 عام، وهاد السيد سيب لي حوايجي وتكرفص عليا وتكرفص لي على ولادي، وتعدى عليا بزاف بزاف، تعدى عليا، انا ما جا عندي لا عسكر ولا حتى شي حاجه، جاو عندي البوليس. البوليس لابسين عادي عادي، لابسين ما لابسين لا كسوه ديال البوليس ولا حتى شي حاجه، لابسين عادي مع راسهم. انا بغيت ناخذ حقي من هاد السيد هذا، كنطلب الله سبحانه وتعالى وخوتي المسلمين يعاونوني ويوقفوا معايا، نوجه الله، الوجه الله يوقفوا معايا، يوقفوا معايا، غير يشوفوا هاد الانسان راه مفتري، ماشي غير معايا. ماشي غير تحقرت، ماشي غير تحقرت، حاولت في انتحار، تصور 3 النوبات كنحاول ننتحر، كنقول على هاد الحقره اللي تحقرت، واي بلاصه كنمشي لها ما كايناش، الملف ديالي ما كيتكتبش وديالو كيتكتب، علاش؟ في الدائره اللي تابعه ديالنا حنايا كنمشي المحضر ديالي ما كايناش. خرج الحكم وخرجوني من الدار. دابا انا هي مره مع اختي، ها هي مسكينه، هما خوتي عاودوا لك، نمشي عند اختي اخرى، ولادي عندهم ولاد الناس، شحال قدهم غيهزوني انا وبنتي وراجلي، حوايجي غير حطاهم عند عباد الله، هما يجيو يفتشوا فيا ويشوفوا واش هادشي كذب ولا بصح. انا ما مقدرش نخلص 150 الف فرنك الكره، ولا 1000 درهم ما عنديش باش نخلصها، شكون غيدخلني نخدم عنده؟ هاد السيد هذا انا كنقول له اتق الله، اتق الله في نفسك واتق الله في الناس. هذا حاج، حاج وعادل، وكيعرف بينه وبين الله، كيعرف بينه وبين الله، وكيقسم باليمين في المحكمه للناس، كيقول له ما ديت منا حتى درهم، كيقسم باليمين على 4 مليون، كتقسم باليمين، وانا بانيه 49 متر،
منتينا حاج وكتعرف بينك وبين الله ديك 49 متر ولو كعطيتيها لي صدقة وما ترشنيش الزنقة الناس بعيدة في الديور ديالها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.